السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف الحال يا شباب معكم أخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن طبعا يا شباب راح أتكلم في حاجة بسيطة عن الألعاب اللي نزلت جديدة اللي هي لعبة توم رايدر ولعبة دوم ولعبة جاست كيس 3 وغيرها وغيرها من الألعاب اعذروني ما راح أحمل ولا لعبة لأني بالأمس حملت نسخة أخرى فاليوم الصباح لما رجعت لقيتهم ساحبين النسخة من جديد لان اعتقد انهم اكتشفوا نفس الشيء الثغره حق الكراك فما راح احمل اي لعبه للحين راح انتظر لحد ما تنزل نسخ مشهوره ومعروفه مكركه جاهزه وعسى يكون خير ان شاء الله طبعا اليوم اللعبه الخفيفه اللي جايبها لكم اللي هي ديد بول طبعا لعبه معروفه انا لعبه قديمه يعني شوي بس مو كثير بس حبيت اشرحها لكم لاني كنت محملها من قبل فقبل لا احذفها حبيت اشرحها لكم طبعا اللعبه شغاله نسخه جدا معروفه مكركه ما عليك غير ثبت اللعبه وتلعبها على طول مثل ما تلاحظوا اللعبه هذه في البدايه يا شباب طبعا البدايه راح يكون بالبيت انا تعديت المرحله هذيك الحين راح اروح لهذه المرحله أه واللعبه ما فيها اي مشاكل اللي يحب يحملها يحملها أه وانتظروا الالعاب الجايه راح ارجع اثبت لكم العاب فيها اونلاين أه قديمه شوي بس الاونلاين موجود فيها أه وخلونا يا شباب نشوف طريقه تحميل تثبيت اللعبه مع بعض يلا يا شباب طبعا اول شيء راح تروح لرابط بالوصف في أه راح تلاقي أه رابط تورنت تحمل اللعبه من خلاله طبعا تجي هنا تضغط على تخطي الاعلانات بعد كذا تروح وتحمل من خلال متصفحك راح يجيك مجلد مضغوط كذا هذا المجلد لما تفك الضغط راح يجيك ملف التورنت لما تحمل اللعبه لازم يكون معك برنامج التورنت بعد كذا راح يجيك مجلد اللعبه طبعا التثبيت جدا سهل يا شباب تضغط على كلمه سيت اب وتضغط يس طبعا ما راح ما راح يجيك كذا يس لان انا مثبت اللعبه اوكي ريموف خله يسوي ريموف اوكي تثبيت اللعبه وتتابع نكست 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 آه تترك هالخيارين اذا كنت مو مثبتها وتضغط على انستل وراح تثبت معك اللعبه هذا المجلد فيه برامج لتثبيت لتثبيتها عشان يشغل لك اللعبه طبعا دايركت اكس وعندك برنامج الفجول ثبته وراح تلاقي أيقونة على سطح المكتب وراح تكون شغالة معك وما فيها أي مشاكل وصلنا للنهاية يا شباب أتمنى المقطع يعجبكم مقطع بسيط لعبة بسيطة الأجهزة الضعيفة والأجهزة المتوسطة والأجهزة القوية طبعا وصلنا للنهاية حطوا لايك وفضل واشتراك وطبعا يقول لك المثل بعد بعد الهدوء تأتي العاصفة يعني هذا اللعبة فيها هدوء بسيط لعبة خفيفة وإن شاء الله انتظروا القادم اشتركوا اذا مو مشتركين لان القادم افضل باذن الله كان معكم اخوكم موسى بقناه جيمز ستيشن واشوفكم على خير